مجلس المستشار مرتضى هو اللي رفض او اللي متأخر في تسديد الغرامة. هو بيقول هو كان خد شيك قبل كده من الاتحاد العراقي وسلمه للمجلس الحالي، دكتور كمال درويش هو اللي بيقول كده، وسلمه للمجلس الحالي لكن الشيك ما اتدفعش للاتحاد الدولي. الزمالك سدد الغرامة النهاردة للاتحاد، النهاردة سددها للاتحاد الدولي بعد تحويلها من الاتحاد العراقي. هنا الخبر ده عكس التاني، دكتور كمال درويش قال ان هو خد الفلوس من الاتحاد العراقي النهاردة. طب كويس، معانا المستشار مرتضى منصور. سيادة المستشار ازاي حضرتك؟ اخبار الصليب اللي عندك ايه؟ والله الصليب اللي عندي خلاص خف. يعني انت عندك صليبي ده وانفلونزا؟ اه والله. وعندية مصر كلها كل شويه تعطس وش. خلصان والله يا سياده المستشار، خلصان. الله يجزاك يا استاذ كريم. كل سنه وحضرتك طيب، اخبارك ايه؟ تمام يا احمد ربنا الحمد لله. كله تمام؟ تمام الحمد لله اتفضل. يعني عايز اقول اللي انت مش مجامله والله، خلي بالك انت عارف حضرتك انا مع حضرتك صريح جدا. تمام. وبكلمك وبقول لك اللي في قلبي، سواء انا مثلا في حاجه. لو بتناكفني وانت معايا في المجلس. طبعا. يعني الموقف اللي حصل معاك ده قواك زياده، خلي بالك مش شوف يا كريم مش حاجه عيب ولا حاجه تقلل منك، بالعكس. بص يا كريم، بص يا كريم، انا بس يعني بقول لبعض الاخوه الاعلاميين سواء صحفيين او مذيعين او مواقع، ما تاخدش من العيال دي الكلام بتاعهم انه ثقه. العيال دي مجرمه. ليه بقى؟ لانه لما الجاكيته طبعا اتحرزت وراحت النيابه، راحت المعمل الجنائي، والساد رئيس النيابه مشكورا كريم بيه، برضه اسمه كريم على فكره بيحقق، ومعاه المستشار احمد دبوس رئيس النيابه تحت اشراف المستشار احمد البقلي، لقوا الازازه بتاعت ميه النار، واخد بالك، مخبيينها في مكان جنب وزاره الشباب. ايوه. فهو بيقول لك احنا هنام. انا بس ليا سؤال للمشهد اللي هم جابوه. المباحث تبين عن طريق التليفونات انه كانوا حوالي 18 ولد او 18 مجرم. السؤال، مين اللي جري؟ مرتضى منصور؟ لا، هما المشهد اللي جابوه. طيب مين اللي وقع؟ مرتضى منصور؟ لا، هما بقى بيجروا وقعوا، واخد بالك. مين اللي اتعور؟ مين اللي وشه اتبرشم؟ الولد اللي جات صورته اللي انت شفتوه، اللي الستات اللي انت عارف ان ضرب يا كريم، السيدات اللي بيبيعوا بيض وجبنه في قدام وزاره الشباب. ما انا شفت النفق اللي هو، انا عارف الحته دي بتاعت وزاره الشباب، عارف الستات بتوع عايز اي حد يتكلم انها اهانه. لا، دي جريمه. جريمة شروع في قتل، ادي واحد. اتنين، اللي اتهان هم، لان اللي جروا هم، اللي وقع هم، اللي اتمسك هم، اللي انضرب هم، تمام؟ ده واحد. اتنين، انت يا كريم شايف اللي بيحصل في الزمالك. الشمس لما بتطلع ما حدش يقول لك بالشمس. لو جيت انت النهارده، انت طبعا شفت الممر بقى معمول ازاي. ايوه. يعني نبدا من الممر. الممر ده كان مرتع للبلطجيه والمجرمين. انا كنت بنزل اعدي منه تحت، يعني سوري في الكلمه، معفن ومش نظيف وريحته وحشه. لا، انت كنت بجلدك. عزمي مجاهد الطويل ده، الفتوه، اتثبت، ثبتوه، خدوا محفظته وتليفونه. جابر عبد العاطي، شوف جابر تخني ايه ما شاء الله، اتثبت وخدوا تليفونه منه. النهارده ما بيبقاش مر نظيف. انا عملته متحف لنادي الزمالك. بحكي تاريخ نادي الزمالك من سنه 1917. عشان برضو الناس تبقى فاهمه، النفق ده من عند وزاره الشباب والرياضه، بيعدي من تحت المحور، يعني نفق مشاه من تحت المحور على نادي الزمالك على باب حمام السباحه. كانت السيدات الفاضلات بتخاف تعدي. زي ما قلت لك، الرجاله الطوال التخان اتثبتوا، حولتوا لمتحف. متحف يعني ايه؟ جميع لعيبه نادي الزمالك من ساعه ما نادي الزمالك كونش لغايه النهارده تنزل تشوفه في متحف. البطولات بتاعتهم، الـ 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 الرموز الكبيره، ادي واحد. اثنين، خش بقى الصالات اللي انا عملتها. لاول مره الناس تفتكر ان في صاله اسمها جلال، عملت صاله باسم جلال معوض، هتلاقي كده جلال معوض. الاستاذ فهمي عمر، المرحوم مستشار محمود عبد الله، امير الرفاعي، فايز الزمر، فاروق ابو النصر، حسن عامر طبعا، ابو رجيله اللي كان منسي في نادي الزمالك، طبعا الكباتن الكبار، يعني ناخد من القدام بس شويه كده، كابتن نور الدالي اللي اتسمى المبنى باسمه، اللي عندك احمد مصطفى واحمد رفعت نبيل نصير، ووالدك حسن، كابتن حسن شحاته، كل الاجيال، كل الناس اللي في الاجيال اللي هي انا حتى مسمي هؤلاء الذين صنعوا مجد نادي الزمالك. فده على المستوى المعنوي. على المستوى بقى الكوره، انت عندك احسن، انت عندك فريقين ما شاء الله.
ايوه على المستوى الجهاز الفني، انت نفسك اتكلمت عن المدير الفني الاجنبي انه راجل كويس وراجل محترم، وحضرتك عملت حاجه كويسه ان انت ما اضفتش عناصر جديده للجهاز الفني المعاون زي ما هو، مش تعملش مشاكل جوه الفرقه ورغي كتير ومش عارف ايه، يبقى كل واحد اختصاصاته موجوده والدنيا تبقى هاديه. لا وكلامي واضح، انا بسال سؤال. اولا اسماعيل يوسف طبعا ما حدش يختلف عليه، تمام، راجل كان مدير فني وقبل ان يكون مديرا للكوره وملمم اللعيبه، محمد صلاح ما حدش يختلف عليه. احنا حتى لما جيت سالت، وطبعا ايمن طاهر والمجموعه اللي معاه، في دكتور جابوه جديد، هم اللي جابوه يعني دكتور عادل حداد، بالظبط، سالت كويس، كويس خليه. الاخ كاري اسمه عمرو مطراوي، لا عمرو انور كان مع المدير الاداري، اللي هو عامل لك انت مشكله، حماده انور، حماده انور عامل لي مشكله ليه؟ ما الناس كلها حبايبي، بس اكمل، بس حماده متربي معايا، وانا وكابتن اسماعيل يوسف انا يعني انا وانا صغير، وكابتن محمد صلاح ده يعني كلهم، مفيش حد في الزمالك يا استاذ مطلع يعني مش لا حبيبي. لا يا اخي انا ما انا متربي وسط الناس دي كلها وكانوا اصحابي. انا ما اقصدش حاجه، انا كان اقصد اقول ان انا لما انا اللي اقترحته على فكره، تمام، هو عارف ان انا اللي اقترحت اسمه، ما انا عارف، ما انا اتقال لي، فواحد من اللي موجودين يعني من الناس الحلوين كده بيحب يضربوا ذنب، فجه في ودني قال لي ده صاحب ممدوح عباس هو وصاحب ولاده، قلت له انا اسف علنا بقى يعني، هو قال لي في ودني، فانت عارف ان انا ما بخبيش حاجه يعني. قلت له الراجل ده قال في ودني كذا كذا. سؤالي واضح، حماده انور ده كوف ولا مش كوف؟ بالظبط. قالوا لي كوف، قلت له ماليش دعوه انا بممدوح عباس. ايوه. انا طب ما انا كنت موجود، طب ما انا جايب ابن اخت اسماعيل سليم. سيد متولي. سيد متولي. ولما كسبت الدكتور كمال كان عديله موجود معايا في النادي بيشتغل، واخد بالك، وابن اخوه، ما عنديش مشكله خالص. المعيار عندنا الكفاءه. لما تيجي ترجع بقى الطايره واليد والسله الالعاب الجماعيه، والله اتكلمنا، بص حضرتك مش محتاج تتكلم في الكلام ده، احنا اتكلمنا وجبت لعيبه وجبت لعيبه اجانب. انت بقى السؤال، انت زملكاوي؟ لا انت عمرك ما كنت زملكاوي. انت خلافك مع رئيس النادي، انت ما عندكش خلاف. كلم ابو عمرو حسين. قول له يا ابو عمرو، مين، انا اسف بقول الكلام، مين اللي ساعدك؟ مين اللي واقف معاك؟ مش عمرو ده التراس؟ ايوه. كلم محافظ الجيزه، قول له مرتضى بقى الجواب عايز يسمي الممر باسم مين؟ ممر الشهيد عمرو حسين. يبقى انت ما عندكش قضيه معايا في نادي الزمالك، انت عندك قضيه معايا ثانيه سياسيه. ايه يا بقى؟ انك عايز تخرب البلد، والدليل على كده الدليل على كده ايه؟ انت بقالك شهرين لابس الطرحه مستخبي. اشمعنى لما جبنا فريق الجزائر وسفير الجزائر، واخد بالك، في اليوم دون، ها، رحت مقتحم وضارب صواريخ عليهم وجريتهم، بس جالهم ذعر. اشمعنى في اليوم الثاني لما جبنا المدير الفني الاجنبي جاي تضرب وشي بميه نار؟ خلي بالك. يبقى اذا انت هدفك بقى لا كوره ولا مش كوره. وبعدين لما جينا، لو تفتكر بس ان يوم حسام حسن وابراهيم لما تعاقدنا معاهم عملنا له مؤتمر صحفي اليوم ده، كان الاقتحام الاولاني لما اقتحموا ضربوا ضربوا الكلام ده في البرنامج، قلت يعني صدفه ان كان حصل تغيير مرتين في الجهاز الفني حصل فيهم الموقف ده. برافو عليك. يبقى انت راجل قاصد. لما تروح امبارح ماتش اولا الواد سعيد مشاغب على احمد جودزيلا على ياسر بوجي، انا كان في مكالمه بيني ووزير الداخليه الصبح النهارده على فكره، كنت عند النائب العام، خلاص. قال لي الوزير بحرف الواحد، قال لي مرتضى هيجابوا، دول هيجابوا، هيجابوا، عندهم ثلاث جنيهات شروع في قتل. هم بيكذبوا، بيقول لك ايه، انهم راحوا ماتش امبارح، ها، ومصورين نفسهم صوره في ماتش قديم. اتحداكم لو طلعتوا من بيوتكم، بيتكم في بيوتكم، بيتكم في بيوتكم، دي عيال مجرمه سافله، انت مش عارف هم عايزين ايه. دول كلهم كانوا بتوع رابعه، لكن انا بقول لهم تاني، هتضرب عليا رصاص حي، هتضرب عليا خرطوش، هتضربني ميه النار، انا مكمل يا مجرمين وما بخافش، حظكوا ان انا ما بخافش. تصدق تؤمن بالله يا كريم؟ أيه. اقسم بالله جات لي اتوبيسات من البلد، انت عارف انا عضو مجلس الشعب عن دايره اسمها مغامر، بشالوش، تمام، جات لي اتوبيسات مغامر، اقسم بالله عندهم استعداد يروحوا يجيبوا الاب والام والزوجه والاخت متكتفين والعيال. قلت لهم لا، احنا في دوله قانون، احنا عملنا بلاغات، النائب العام مشكورا عمل امر ضبط احضار، الشرطه بتبذل جهد على قد، طبعا انت عارف الشرطه برضو عندها الجامعه وعندها مش عارف ايه والكلام، ولسه ضاربين برضو قنبله في السيد البدر دلوقتي، واخد بالك، وكان في قنبله مضروبه قدام مبنى دار القضاء العالي. قلت لهم لا لا لا، اقسم بالله والله العظيم يا كريم، لو عايز اجيبك يا سيد يا مشاغب، انا معاك يا مرتضى مش الشرطه، ومعاك الواد ياسر بوجي وواد احمد صلاح والعيال الصيع دول، اقسم بالله عندي ناس فلاحين مثقفين من دايرتي ومن بلدي سواء متغامره او اجا يجيبوكوا في ثلاث دقايق، بس انا راجل قانون. القانون بيقول ايه؟ حضرتك بلغت
في نيابه عامه عملت امر ضبط احضار، بس انا ببشرهم اللي هياخد اقل من 20 سنه يبقى يقابلني. بالنسبه بقى كان بيكلمني الاخ اسلام قبل الهوى، اللي هم اولياء امور العيال اللي هم محبوسين، هم دول الادوات انا اسف الوسخه اللي في ايد العيال الكبار دول. حضرتك قبل ما تيجي المرتضى انا متعاطف معاك، لانك لما تروح كل يوم السجن عشان تزور ابنك والاله تنبني في الجامعه وابني وبيقول لي انا بصراحه، لكن هو المشكله ايه؟ ان هم مش عايزين يديك فرصه تلتقط الانفاس تتعاطف. ما انت ما هو كل يوم بيرتكبوا جريمه، ومين اللي بيرتكب الجريمه؟ العيال الصغيره اللي دول اهاليهم. ومين على مسرح الجريمه؟ يعني الشروع في الاكل الاخير ده كان مين على مسرح الجريمه؟ ده مش انا اللي قلت، لا ده تليفوناتهم لما بحث جابت اتصالاتهم، سيد مشاغب وياسر بوجي واحمد صلاح وابو شقي العصابه كلها. تمام، طب انت يا ام يا اب ما تشوف ابنك رايح فين؟ طب ما تجيب ما انا اتكلمت في الكلام ده من شويه يا استاذ مصطفى، يعني قول لابنك الاب هو او الاسره هي مش بعد ما يحصل المشكله او الكارثه اروح اعيط واقول كذا، لا انا اربيه من الاول، او انا يعني افهمه الصح من الاول. هم خلاص المفروض يعني مش يعني مش عارف، انا شايف ان هي حاجات موجهه، لكن عايز اخرج بيك من الموضوع ده واكلمك شويه على حاجه صغيره بس في الموضوع ده. انا عايز بس اختم، في بنت اسمها شاديه كانت بتلعب في النادي الاهلي واخد بالك، عماله تقل ادبها كل يوم في قناه الاهلي. بقول لها يا شاديه بلاش انا. ده ايه ده يا استاذ يعني ايه؟ ما هي عارفه نفسها. يا شاديه بلاش انا. بلاش مرتضى منصور يا شاديه. خلي طيب. بالك يا شاديه طيب. عشان فضايحك انت والغازيه كتيره. طيب. بلاش بقى انا بالذات، عشان لو كلمت يا شاديه ها هيطردوك من النادي الاهلي، نادي القيم والمبادئ، انت والغازيه اللي معاك سارح بيها ومشعر اصفر. فبلاش مرتضى منصور يا شاديه، خليكي في حالك كده يا حبيبتي. ها وخليكي مؤدبه، وبحمل مجلس اداره النادي الاهلي لان شاديه بتقل ادبها في قناه النادي الاهلي. طيب ست المستشار، عايز اسالك على حاجات في الزمالك، يعني موضوع عمر جابر واحمد توفيق. انا قلت من يومين ثلاثه ان الزمالك محدد لهم 1.5 مليون في الموسم. شوف هل 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 ده فعلا المبلغ اللي محدده الزمالك؟ وانا برضو قلت توقعي ان اللعيبه مش هتوافق على المبلغ ده. لا اللي مش عايز يوافق يمشي، ما عنديش مشكله. بص انت بتعمل نادي زمالك جديد لمبادئه وقيمه، مفيش لاعب هو اللي يفرض شروطه على النادي، النادي اللي بيحدد يقول والله اللاعب اللي زي ده بالظبط عندي بياخد 5 قروش، فانا لو زودت اللاعب ده اللي زي اللي عندي عن اللاعب اللي عندي جنيه يبقى انا ظلمت وعامل فتنه في الفريق. تمام، فانا قلت لاسماعيل يوسف شوف اللي زيهم بياخدوا كام وما تظلمهمش اديهم بالظبط. ايوه شوف الفئه بتاعت اللي زيه، يطلع حازم امامي كان يطلع محمد ابراهيم يطلع زي ما يطلع زي ما كانوا بياخدوا اديهم ادي واحد. هو بقى عايز يمضي اهلا وسهلا، يا سلام يبقى سعداء بان احمد توفيق وعمر جابر عندنا. مش عايز يمضي بيقول شروطه عشان نقفل الصفحه دي. لا حضرتك لو جاب لي عقد من الاسبوع اللي فات همشيه. ما هو كده كده عقودهم هتخلص يا فندم، انا بقول اهو خلاص، بس هو بيعمل حسابه ان هو مش في حسابنا خلاص. يعني لو اللعيب عايز 2 مليون مثلا 6 مستشار صافي، هل عندك نيه ان انت تزود يا المبالغ؟ انا اقصى لاعب عندي، اقصى لاعب عندي بياخد 2 مليون اقصى لاعب، فانا اذا كنت انت عقدك كان 400 ألف هزودك 1.6 مليون يعني، ما هو برضه في منطق. ايوه مش في منطق في الزياده. يعني انا النهارده كان عقدك 400 ألف، لما خليك 1 مليون مثلا و400 مثلا يعني يبقى انا زودتك 1 مليون. ايوه فانا انا قلت للكابتن اسماعيل عشان اطلع من القصه دي كلها هما كلمتين. هما بقى عايزين يتعاقدوا، شوف اللي زيهم، انا ما اعرفش اللي زيهم كام، ممكن كل اللي زيهم بياخد 20 مليون انا ما اعرفش. لكن اللي زيهم والله تعالى يا ابني انت هو اللي زيك بياخد كذا، حضرتك موافق؟ لا مش موافق. طب حضرتك عندك عقد؟ عندي عقد، او ما عنديش عقد خلاص. الدنيا مش هتبقى يا كريم، ياما لعيبه كبار في الزمالك مشي وجيهم والزمالك هو الزمالك. طيب سيادة المستشار، مش هتأثر باسم رئيس نادي ولا باسم مدرب ولا باسم لاعب اللي كان وهم. يعني مرتضى منصور ساعه ما يعتقد ان الزمالك هيقع من غيره يبقى مرتضى عنده وهم. وده كان ده طبع على لاعب وطبع على مدرب. الزمالك حاجه كبيره جدا، أكيد. كيان صنع اسمائنا كلنا يا كريم. طيب هتقعد مع الاستاذ ماجد نجاتي قريب عشان تشوف موضوع مؤمن زكريا وتخلص موضوع مؤمن زكريا؟ هو انا كلمته في التليفون، راجل مؤدب جدا، حتى لما كان في مشكله بيننا وبين الاخ الشريف حبيب. وطبعا شرفني الاستاذ شريف جه حضر المؤتمر اللي كنا عاملينه الاخوه بتوع الجزائر الجزائريين. فاستاذ ماجد هو اللي عزمنا عنده في النادي هناك، وراجل محترم جدا، وانا كلمته. هو استاذ ماجد عنده مشكله انا يعني انا برضو متفهمها،
ان الاخ ممدوح عباس لما اشترى اسلام عوض اشترى بحوالي 7-8 مليون. وبعدين يا ريت الراجل فلوسه، يعني انت بتكلمني النهارده ما عنديش لاعب اشتريته في ال 18 لاعب ناديلي عندي مليم. ايوه يعني مثلا نادي المصري كان ليه 6 مليون خدهم خلاص. اي نادي خدهم فكتب لهم شيكات 3 مليون رصيد. فانا طبعا انت عارف برضو انا يعني ما تحملنيش فوق طاقتي في القديم، يعني كفايه اللي بتحمله انا في الجديد. ايوه وانت عارف ان انا مثلا كابتن حلمي طولان، الكابتن اسامه نبيه، الكباتن دول الكبار كان ليهم فلوس في النادي بياخدوها متجدول انا عارف، وانا وانا يعني بتحاول من حقهم ما اقدرش اكل حقهم. ايوه وده اللي انا قلته على عبد الواحد السيد ومحمود فتح الله واحمد سمير، تعالوا اقعدوا معانا وتنازل عن جزء لناديك، لان انا برضو مش مسؤوليتي ان واحد يعني يسيب ممدوح بس 3 سنين يا كريم اللي فلوس عنده ويجي اول ما مرتضى يجي. وانا بقول لهم من ساعه ما جيت انت في حسابات انا ليك مليم متاخر، يقول لك لا امال فين، يقول لك بقى لنا 3 سنين ممدوح عباس. طب يا عم ما انت سبت ممدوح عباس، تعالى جدول مع ناديك، تعالى تنازل عن جزء زي ما عمل اسلام عوض. انا اتكلمت مع اللعيبه، يعني اتكلمت مع محمود فتح الله قال لي انا ما عنديش مشكله تنازل عن 50% بس الزمالك ما يعني مش عايزين يخلصوا القصه. ما حدش قال الكلام ده، بالعكس هم جم قعدوا معايا في الاول وبعدين راحوا اشتكوا. فانت عارف برضه ايه الاند بيورس زي ما بيقولوا، الاند بيورس الخوف، يعني ما ينفعش تشتكي ناديك. واحنا بنتمنى لكم التوفيق، وانا كنت اتمنى عبد الواحد السيد يختم حياته في نادي الزمالك في مركز كبير كده، يبقى مدير كوره ولا حاجه كده يعني ليها قيمه، لكن يعني هيستفيد بسنه اهو، راح السنه دي ب 700,000 جنيه يا اخي، بلاها 700,000 بس كنت ختمت في ناديك اللي عملك وانت خدمت النادي. انا ما اقدرش اقول النهارده ان عبد الواحد السيد ملوش بصمات في نادي الزمالك، محمود فتح الله شخص محترم جدا ومؤدب، احمد سمير انا اللي جايبه على فكره من البلديه، واخد بالك؟ فاتمنى زي ما حصل مع بقيه اللعيبه يتفضلوا يقعدوا، ومع دلوقتي اسماعيل يوسف مدير كوره قريب من اللعيبه يقعدوا معاه ويتفاهموا معاه، وانا ما عنديش مشكله. تمام بشكرك شكرا جزيلا مستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مكالمه مهمه جدا بالنسبه